اللي قدامك ده أوبنهايمر، عالم فيزياء قدم للبشرية أخطر اختراع في التاريخ، اختراع أباد أكتر من 300 ألف إنسان من على وجه الأرض في أقل من دقيقة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعالوا أحكي لكم الحكاية. في سبتمبر سنة 45 انتهت أبشع حرب في تاريخ الوجود الإنساني، الحرب العالمية الثانية. انتهت الحرب بعد استسلام اليابان، وده رغم رفض اليابان للاستسلام لفترة من الزمن وإصرارها على مواصلة الحرب وهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد استسلام حليفتها ألمانيا وانتحار هتلر. هنا قررت أمريكا إن محدش يقف في وشها، وإن اليابان هتنسحب بالذوق أو بالعافية، وهتعلن الاستسلام غير المشروط. وفعلا أجبرت اليابان على الاستسلام بدون شروط. أما السبب في استسلام اليابان فكان لجوء الولايات المتحدة لاستخدام القنبلة الذرية ضد 2 من المدن اليابانية، وهم هيروشيما وناجازاكي. كانت هيروشيما هي المدينة اللي استقبلت قنبلة الولد الصغير، وده كان الاسم المشفر للقنبلة الذرية الأولى اللي تقرر رميها فوق المدينة. الكلام ده حصل يوم الاثنين 6 أغسطس سنة 45. في اليوم ده الصبح خرجت 3 قاذفات قنابل أمريكية من جزيرة معينة في المحيط الأطلنطي، واتحركت القاذفات الثلاثة باتجاه اليابان، وعلى ارتفاع عالي فوق مدينة هيروشيما ابتدت واحدة من 3 قاذفات تفرغ حملتها. قبل اللحظة دي كانت الحياة في مدينة هيروشيما ماشية عادي، الأهالي بيشوفوا أشغالهم والولاد في المدارس والجنود على الجبهة، ورغم حالة الحرب إلا أن الإدارة العسكرية طمنت المواطنين بأنهم يقدروا في اليوم ده يمارسوا حياتهم بطريقة طبيعية، لأن مفيش في الأجواء حاجة تقلق. الغريب أن اليابان كانت رصدة تحرك 3 قاذفات من لحظة تحركهم من الجزيرة في المحيط الأطلنطي، لكنها شافت أن مفيش خطر من 3 قاذفات قد يكونوا في مهمة استطلاعية، أو إن خروجهم في حد ذاته مجرد حركة تهويش من الولايات المتحدة، لأن لو أمريكا قررت شن عملية عسكرية هتبعت عدد قاذفات أكبر من كده، وهيكون في مستويات تانية تتحرك من خلالها، بالإضافة للتحرك عن طريق الجو. وعشان كده كانت التقارير اليابانية بتقول إن الوضع آمن وإن المواطنين يقدروا يتحركوا بأمان. نقطة تانية هي إن أمريكا لما تحب تضرب اليابان هتضرب العاصمة طوكيو، مش هتضرب مدينة بعيدة. لكن اختيار هيروشيما كان المقصود منه معرفة تأثير القنبلة على مدينة كاملة فيها حياة، مدينة ما دمرتهاش الحرب، مدينة يقدروا يدرسوا تأثير القنبلة عليها بدون أي تأثيرات تانية. وده اللي اتكشف بعد فتح الأرشيف السري للي حصل في التاريخ ده. الأرشيف السري اتفتح بعد 75 سنة من الانفجار، وصرح الصحفي فينسان جوفير الكاتب بمجلة لوبس الفرنسية بعد معاينته للأرشيف السري إنه في يوم 6 أغسطس بعد إلقاء القنبلة أرثر ليزلي جروفر المشرف على العملية برقية سرية للرئيس الأمريكي هاري ترومان وصف فيها المشهد الأول في الثانية الأولى. قال في البداية اتشكلت كرة نارية، الكرة تحولت في ثواني لسحب بنفسجية، وألسنة نار طلعت على شكل دوامة باتجاه السماء قبل ما تختفي المدينة بحالها تحت طبقة من الغبار الرمادي الداكن. وكمل بكل فخر العملية اللي دمرت هيروشيما حققت نجاح بكل المقاييس. أما على الأرض فاللي حصل في اللحظة دي هو إن واحدة من القاذفات الأمريكية الثلاثة فرغت الحمولة اللي شايلاها وبدأت تنزل بسرعة من السماء في اتجاه المدينة، وهي يدوب 43 ثانية وانفجرت القنبلة في السماء قبل ما تلمس الأرض. في اللحظة دي حصلت موجة انفجارية ما شافتهاش الأرض قبل كده، صوت سمعوا البشر للمرة الأولى في حياتهم، وضوء شديد جدا قلب المدينة كلها للون الأبيض، وحرارة وصلت لحدود 4000 درجة مئوية، سحابة على شكل عش الغراب غطت المدينة واختفت فيها المدينة باللي فيها جواها. في لحظة وفي خلال 43 ثانية كانت الحياة اختفت تماما في مدينة هيروشيما، اتمسحت المدينة باللي فيها من على الخريطة، درجة الحرارة الجهنمية سهرت البشر والحجر وما بقاش فاضل غير بقايا محروقة لبعض البيوت. في نفس التاريخ 6 أغسطس وبناء على الأرشيف السري اللي لسه مكلمكم عنه، أرسل الضابط الياباني المسؤول عن تقييم الضرر الناتج عن قنبلة ليتل بوي تقرير للرؤساء، وقال فيه الصبح اتحرك تشكيل من 3 أو 4 طيارات أمريكية قاموا بإلقاء قنبلة من نوع خاص على مدينة هيروشيما، كان الوميض الناتج عنها يؤدي لاحتراق الجسم فورا، حتى الأشخاص الموجودين على بعد 3 كيلو متر من مكان القنبلة كان بيحصل معاهم نفس التأثير. الصدمة فوق الخيال، دمرت القنبلة كل منزل في المدينة تقريبا
تقريبا، وحسب تقديراتنا في 100,000 ضحية. الكلام ده هو تقريبا نفس مضمون تقرير خرج بعد الانفجار بفترة. التقرير خرج من موقع لايف ساينس العلمي، وبيقول ان الحرارة الناتجة عن انفجار القنبلتين، يقصد هيروشيما وناجازاكي، كان شديد بشكل لا يمكن ان عقل يصدقه، لدرجة انها ادت لتبييض كل شيء في منطقة الانفجار. وفي تقديرها لحجم الانفجار، قالت الجمعية النووية العالمية ان الانفجار اللي سببته قنبلة الولد الصغير اللي اترمت فوق هيروشيما اليابانية بيعادل انفجار 16,000 طن من مادة TNT شديدة الانفجار. تعداد سكان هيروشيما وقتها كان في حدود 350,000 شخص، اتبخر منهم 80,000 بني آدم في الثانية الأولى، وفي الساعات اللي بعد كده مات ضعف العدد بسبب الحروق الفظيعة اللي تعرضوا ليها وكمية التشوهات اللي حصلت في أجسادهم. وفيما بعد عانى الآلاف من المواطنين من الأمراض المهلكة زي السرطانات نتيجة كميات الإشعاع البشعة اللي تركزت في أجسامهم. أما عن الإعاقات والتشوهات فحدث ولا حرج، أجيال من أبناء المدينة اتولدوا بعيوب وتشوهات مخيفة نتيجة تعرض أهليهم لموجات الإشعاع الخطرة، وكل ده كوم والأثار النفسية كوم تاني، لأن الأشخاص اللي فضلوا عايشين عانوا من أمراض نفسية شديدة الخطورة انتهت بعدد كبير منهم للانتحار بسبب قوة الصدمة وعدم استيعاب عقولهم للي حصل. واحد من الطيارين اللي اشتركوا في رمي القنبلة على هيروشيما اسمه روبرت لويس، كان فاكر انه في مهمة عسكرية عادية. هو كان عارف انه شايل سلاح خطير بيستخدم للمرة الاولى في التاريخ، لكنه ما كانش عارف انه هيسبب كل الدمار ده، وعشان كده سأل نفسه اول ما شاف المدينة من تحته اتساوت بالارض، ايه اللي احنا عملناه ده؟ ووصف الانفجار فيما بعد بانه كان اقوى شيء ممكن الانسان يعرفه، وان الوميض كان فظيع لدرجة ان كل شيء اصبح ابيض. بمناسبة الضوء اللي قلب لون المدينة للون الابيض، فالموضوع ده تسبب في ظاهرة غريبة لم تشهدها الارض. الضوء الشديد خلى الظل، ظل الاشياء والبني ادمين، الطبع على الاماكن اللي كانوا فيها قبل ما يتبخروا، حاجة كده شبه الطريقة اللي الكاميرا بتشتغل بيها. الضوء الشديد طبع صور الناس على الارض وعلى بواقي الحيطان، ولحد دلوقتي تقدر تشوف ظلال بعض الناس اللي كانت عايشة في هيروشيما، وظلال ادواتهم موجودة على اللي باقي من الحيطان او على الارض. تخيل الكارثة اللي حصلت في 6 اغسطس اتكررت بعدها بثلاث ايام، وترمت يوم 9 اغسطس قنبلة جديدة فوق مدينة يابانية مختلفة وهي مدينة ناجازاكي، وتكرر المشهد الكارثي بكل تفاصيله المرعبة. وده اكبر اليابان على اعلان استسلامها يوم 15 اغسطس بدون اي شروط، وتم انهاء الحرب العالمية كلها بعدها بكام يوم. الكارثة اللي حصلت كانت اكبر حتى من استيعاب الشخص اللي صنع القنبلة ذات نفسه اللي هو اوبنهايمر، واللي تسمى بأبو القنبلة الذرية. اوبنهايمر قضى الباقي من عمره يحاول يكفر عن ذنبه، قال انه مش مصدق حجم الدمار اللي حصل، وانه حاسس بايديه متغرقين بالدم، واستمر لحد اخر ايام حياته واقف ضد صنع اسلحة الدمار الشامل ومعارض انتاج بلاده للقنبلة الهيدروجينية واللي قوتها اكبر من قوة القنبلة الذرية 1,000 مرة. وبسبب معارضته لانتاج الاسلحة النووية تمت اقالته من مناصبه واتحط على القوائم السوداء، وقعد في بيتهم يكتب مقالات عن الفيزياء لحد ما مات. اللي حصل في هيروشيما والتراجع والندم اللي حس بيه ابو القنبلة الذرية بيحطونا قدام سؤال صعب، هل التقدم العلمي ممكن يبقى خطر على البشرية ويقضي عليها وعلى الحضارة كلها في لحظة بقرار مجنون؟ بس كده، يا رب ما كنتش طولت عليكم وكن حكيت لكم الحكاية اللي كانت معايا النهاردة بشكل مبسط وسهل. اللي وصل معايا للدقيقة دي انا بشكرك جدا، اكتب لي في التعليقات. كان معاكم اخوكم ناصر حكاية، سلام عليكم.